باب خروج النساء إلى البرازي. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله جل وعلا فأنزل الله آية الحجاب.